قبل ما اتكلم عن برنامج الاشبال باستفاضه، في البدايه بنبارك للنادي الاهلي وجمهوره ومجلس ادارته ولجنه التخطيط والجهاز الفني ولاعبيه وعمال النادي الاهلي ببطوله الدوري رقم 42 في تاريخ النادي الاهلي. اكيد رقم قياسي كبير وانجاز كبير يحسب لكل المنظومه داخل النادي الاهلي. النادي الاهلي ينفرد بالصداره برقم قياسي 42 بطوله، يبتعد عن اقرب منافسيه ب 30 بطوله، يعني 30 سنه. انجاز كبير، ولكن هذا الانجاز يحمل اللاعبين المسؤوليه خلال الفتره القادمه. لسه ما زال عندنا بطولتين مهمتين في هذا الموسم، بطوله كاس مصر. بكره ان شاء الله عندنا مباراه مهمه وصعبه مع نادي الترسانه. دائما كاس مصر يحمل المفاجآت، علشان كده من هنا بوجه رساله للاعبي النادي الاهلي، احترام المنافس مهم جدا خاصه في مباراه كاس مصر. ايضا البطوله المهمه البطوله الافريقيه. الفتره اللي جايه محتاجين انكار للذات، محتاجين اخلاص، تعب، جهد، لمه من اللعيبه، علشان ان شاء الله ربنا يكرمنا ببطوله كاس مصر وايضا البطوله الافريقيه اللي هي حلم كل جماهير النادي الاهلي.